هبدأ بإن إحنا يجب إن إحنا نفرق ما بين حاجتين، ما بين الاندماج integration وما بين الانصهار assimilation. في فرق شاسع بين الاثنين. جميل. الاندماج هي رغبة ملحة عند المجتمع اللي هو بيستضيفك، عايزك تندمج. ولكن حينما يذكر كلمة الاندماج هو يذكرها من رؤية شخصية خاصة به، هو يقول الاندماج ويقصد الانصهار. صحيح. نأتي للمغترب. جميل. المغترب يريد أن يقول أنه يريد أن يندمج، ولكن بيحدد عادة بصفة عامة، بيحدد معايير خاصة دفينة جوه نفسه يتعامل معها في الداخل مع نفسه ومع أسرته، وحينما يخرج إلى الخارج يتعامل بأسلوب آخر. هذا الشرخ الاجتماعي هي عملية جراحية مستمرة، يعني تنزف دما. هذه واحدة. الأمر الثاني هو تقديم التنازلات دائما يكون مقابل. أنت هاجرت لسبب اقتصادي وأتيت إلى بلد أوروبي أو أمريكا أو نيوزيلندا أو البرازيل، وبتقدم تنازل في سبيل الحصول على مكسب أنت ترغب في الحصول عليه. أيضا أنا هفرق بين حاجتين. إشكالية الموضوع هي مختلفة. المغتربين في بلاد المهجر وأقصد بها أمريكا، نيوزيلندا، كندا، أستراليا، دي بلاد مهجر فعلا. حينما كانت السفارات في الدول اللي ذكرتها تعلن على الأبواب أنها تريد مهاجرين، فكان يذهب أعداد من الأطباء أو أعداد من المهندسين أو أعداد من المهاجرين. أنا أذكر ذلك بالتحديد. الأخت الفاضلة التي تحدثت عن الحصار من الجالية المصرية ذاتها، هذا يحدث لأنه لا توجد ألفة في البلد اللي هي فيها، يوجد تنوع بين المصريين ولا توجد تآلف ولا توجد وحدات اجتماعية مشتركة، ومن هنا قد يحدث الحصار.